استاذ سيادتك بس اروح لسعاده النائب ضياء الدين داود. طولنا عليك انا عارف. لا ده انا مستمتع بالحديث خلاص. يعني حديث طيب. النقيب وحديث الزميل العزيز ملاحظات النائب ملاحظات السيد نقيب الصحفيين. خليني احكي لك بدايه هي ملاحظات سياسيه ان ده قانون يمس كل المصريين وما تناقشه ولم يعني يستوفي شروط العلنيه بما يكفي ولم يستوفي. هجاوبك اتفضل. خلينا ان احنا الاول ننور للشعب المصري على موضوع مهم للغايه. تستطيع ان تبدع في النصوص ما شئت وتخرج من تحت قبه البرلمان في نصوص متوافق عليها ومنشوره في الجريده الرسميه. اراده التطبيق، احتياج مصر بشكل حقيقي لعدالة إجرائية حقيقية أصبح بقى هو ضرورة لفض الاشتباك ما بين نصوص قانون 50 ولا مشروع لجنة الإصلاح التشريعي. هو في إرادة. أنا لما دعيت لما دعا الرئيس للحوار الوطني واستجبنا لأنه لا يمكن أن يلقى إلينا بطرف خيط جديد لأن احنا نستشرف بارقة نور في تغيير الأوضاع ولا نلتقفها ونسعى إليه. قلت إن المسألة مش مسألة نصوص، مسألة إرادة سياسية بالأساس في هذا البلد. إما إن إحنا عايزين ننتقل من هذا المربع إلى هذا المربع إلى الأمام، إما إن إحنا نزيد مساحة الأكسجين السياسي اللي موجود في رئة هذا البلد. الأكسجين السياسي بيزيد بضمانات إضافية بترجمة الدساتير إلى نصوص. في النهاية النصوص هي منتج بشري نسب الصحة تقدر ان انت تأخذ فيه ويرد من الجميع وفي اي مرحلة من المراحل. انما اللي هقدر ان انا اتحفظ عليه بوضوح تفضل انه فصل التشريع الاول بيزخم. فصل التشريع الاول لما ارسلت الحكومة من لجنة الاصلاح التشريعي ومن الحكومة في ابريل 2017 هذا المشروع اللي هو ما عندكش الا وسيلتين في البرلمان لمناقشة القوانين، اما ان عشر الأعضاء 60 نائبا يتقدموا بمشروع أو مشروع تحيل. مقدم من الحكومة وإذا التقى الاثنين يعتبر مشروع الحكومة هو الأساس للمناقشة. يعتبر أنه مشروع عادي ورغم أهميته يباشر من خلال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل، وزي ما قال النائب إيهاب كده كان ممثل الحكومة في هذا الأمر تحت بصر وبصيرة الإعلام. يعني هذا المشروع اللي تمسكت به الحكومة في 22 سواء نسخته اللي صادرة من لجنة الإصلاح التشريعي أو المرسلة من الحكومة إلى البرلمان والذي تم مناقشته ولم يكن هناك نية ولا إرادة سواء أحسنت في صياغة النصوص أو لم تحسن. مفروض إن ده منتج حكومي في النهاية يبقى مفروض تشتبك معاه من غير دعوة بقى من البرلمان. كل أساتذة القانون الجنائي في مصر من سنة 2017 عشان يقولوا يا أي برلمان عندما تأتي لمناقشة ده بنور لك بقى أمام التزاماتك الدستورية احتياجات التطبيق. النهاردة مش كل مصري دي عارفة أن الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة خلال 30 40 50 سنة وكله بقى بيجتهد دلوقتي بأنه يتخفف من ده أنه يعيد أنه هو إجراء من إجراءات التحقيق بيتم اتخاذه مع شخص المتهم قرين البراءة. لا يمكن تجاوز قرينة البراءة مع هذا المتهم إلى أن يصدر ضده حكم جنائي تضمن له ضمانات الدفاع يفضل معاه قرينة البراءة لما يبقى مالوش محل إقامة معلوم، لما يخشى عليه من إنه يبدر، لما يكون يخشى عليه يترتب عليه إنك تاخد هذا الإجراء الاستثنائي بإنك تحبسه إيه احتياطيا. بقى الأساس إنك تحبس احتياطي هو ليه محل إقامة معلوم ولا يخشى عليه من الهرب ولا يخشى عليه من تبديد الأدلة. أنت بتضع النصوص دي والضمانات دي مع المناخ ده مع الطريقة اللي موجود بيه مباشرة ومباشرة الحقوق السياسية بالوضع ده فداس فرامل سنة 2018 واتقال القانون ده مش هيطلع وتمسكت به الحكومة 22. المناخ طيب ما كانش ملائم من وجهة نظرك. خليني أحكي لك مش النقيب بيسأل وده قانون
يبقى في واجب وطني من الجميع من غير دعوة، ان ده مشروع مقدم لابد ان كل الجميع كان يدلي بدلو في هذا الامر، بحيث ان وقت ما يتفتح فيه اي امر من الامور نتقال خدوا بالكم بقى لما تيجوا تناقشوا هذه سواء تتشكل له لجنة فرعية. طيب البرلمان بقيادة وبإدارة مختلفة شاف اللي حصل إيه في 17-18 ان اللجنة ناقشت الموضوع، فطبعا قوانين المكملة للدستور زي قانون إجراءات بعد ما بتصاغ بتتبعت للجهات والهيئات التزام دستوري لأخذ الرأي. ما نعرفش بقى كل الناس داست فرامل، معناه ان كل عنده اعتراضات اقبلت على 19-20 عندك استحقاقات اخرى ما صدرش هذا القانون. لما يجي على رأس المؤسسة التشريعية مستشار زي المستشار حنفي جبالي رئيس محكمة دستورية هيحاول يتجنب الأخطاء اللي وقع فيها البرلمان في الفصل التشريعي الأول، فقال لك والله لو شكلنا بقى الكلام اللي حكاه سيادة النائب إيهاب، لو عملنا في اللجنة التشريعية يبقى مين أصحاب الرأي في التصويت؟ لو دعيت هتدعي كام؟ 5-10-20 وفي النهاية مين اللي هيصوت بعد ما يسمع؟ مين؟ أعضاء اللجنة التشريعية. يبقى في النهاية هم وجهة نظرهم اللي هتسود في العملية. فراح لتفكيرنا هدانا إلى لجنة فرعية اللي قال عليها إن يعني قريت مما قريت يعني في تحفظات حوالين إنه التشكيل كان غير متوازن، سيبك من إنه صح ولا غلط والتشكيل ممكن يبقى فيه أكتر ولا أقل، مش ده القضية، يكون بعد التعدد ده إنما كان كل جهة لها رأي بصوت واحد، يعني لو حضر منها اتنين في اتنين اعضاء نيابه مثلا واحد خلف واحد ما كانش الاتنين بيحضروا، في بعض الجهات عندها تخصصات داخليه هيناقش ملفات متعدده ما هياش من الخبره ان يبقى اللي جاي ممثل ده بيقول كل ده، نقابه المحامين مثلا مكان الامين العام موجود ما جاش قال ان الامين العام الاستاذ محمود الداخلي ان عايز اتنين او ثلاثه فاللجنه تناقش تشوف تزيد العدد ولا لا. يبان الفتره دي كل مصر عارفة انه في مناقشات على المشروع بتاع 17 تمام، المهتمون والمتعاطون مع النصوص في انها في لجنة قاعدة بتصيغ وهتعمل حاجة اللي هي هتطلع في الاخر دي واعلنت للرأي العام اللي هي في النهاية رايحة فين المرحلة التانية اللي هي اصلا المرحلة الاولى دستوريا اللي هي لجنة شؤون الدستورية والتشريعية، كان ممكن تقول والله التقرير اللجنة الفرعية ده انتهى لما انتهى اليه، اللجنة الفرعية اللجنة الاساسية لجنة شؤون الدستورية والتشريعية هتناقش، تمسكت بانه الناس تيجي تحضر، اجتمعت نقابة المحامين ونقابة الصحفيين وقالت لنا ملاحظات، ده منتج بشري نسب الصحة يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، فين يا سيدي بدأنا نسمع أفكار؟ يا عم بقى ما تقولولناش أفكار، اللي عنده نص دي مرحلة صياغة قوانين في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اديني نص. فين النص؟ بس ست لطيف لا ده لا أول لا مقطعتين لا يعني معلش لا أول ما طلع المنتج ده أنا شخصيا الزميل هيثم الحاجي طلبوا بعته له، كل أعضاء مجلس نقابة المحامين طلبوه مني، اتنشر في الإعلام مجرد ما طلع من اللجنة الفرعية ما اتنشرش، مش عايزين نقف عند نقط كامل وجهة نظر لغاية يعني مش عايز أقول أسماء علشان ليس مجالها في الإعلام إن أنا أقول أسماء، اتنشر وما أنت عرفت منين البرلمان اللي ينشره؟ يا سيادة النقيب مفيش نشر كامل لنوع مشروع يا سيادة النقيب ده ما وصل لكم يا سيادة النقيب يعني أجد حرجا إن أنا أقاطع نقيب الصحفيين في حديثه يعني وأجد حرجا إن أنا أقاطع سيادتك حديثه، أنا أراجعك في هذا الأمر والله، إنما وقت ما انتهى من اللجنة الفرعية بقى متاح لي كل الناس وكل الناس بقت بتدلي فيه وحصل نقاش مجتمعي والنقابات الفرعية يعني أنا وكيل نقابة محامين سابق والنقابة فرعية يعني مش نقيب مركزي ولا حاجة احنا جايبينها من تحت خالص واتناقشنا مع الناس كلها وكل اللي بقى حتى زملائنا في نقابة المحامين جم في البداية قالوا احنا ما نعرفش حاجة عن القانون، أستاذ محمود الداخلي صديقنا العزيز حاضر 14 شهر ب 28 اجتماع ب 86 ساعة عمل، وعلى الرغم من هذا لأنها نقابة عتيدة وانعقد بقى مجالس نقاباتها الفرعية على مستوى الجمهورية ومجلس النقابة العامة وشكلوا لجنة وجابوا صياغات تقريبا 95% من النصوص المتعلقة بما فيها ضمانات كنا وضعينها ارتقوا حذفها حذفناها ليه؟ في النهاية الضمانة المكررة للمحامي أو للصحفي ليست لشخصه، دي ضمانة بتحفظ لحق المواطن سواء في الصحافة للمعرفة والاطلاع والمحامي ضمانة لصالح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها
ضمانة عامة للمجتمع كله، ترجمة لنصوص دستورية ليست عطية. الأساس فيها هي فكرة التطبيق، هي فكرة التنفيذ الأمين، هي فكرة عدم التجاوز مع النص. فضل الاشتباك من أنه أولا إحنا بكل اللي حصل ده وبمصايرة النقيب في أنه عتم عليه أو لم يعتم، المرحلة الثالثة هي الأهم والأخطر، هي مرحلة الجلسة العامة اللي تحت قبة هذا البرلمان، أحزاب سياسية وهيئات برلمانية ورؤساء أحزاب. أتمنى كمان دلوقتي لأنه نص القانون في صياغته النهائية اللي دلوقتي اللجنة التشريعية بعد المناقشات دي هتطلع مشروع القانون وهيعلن برضه، وهيبقى ممكن يعلن ايه في اخر سبتمبر، واحنا نقاشنا مستمر آخر على الموضوع ده. فلو ادرج على جدول اعمال البرلمان بعد دعوته من رئيس الجمهورية في الاسبوع الاول من اكتوبر، معناها ان خلال اسبوع 10 ايام من الاسبوع الاول من اكتوبر هتبقى امام النص المكتمل وفقا لصياغات التشريعية. هل هذا ان الموضوع قد انتهى عند هذا الامر؟ لا، ده يستطيع 600 نائب برؤساء الهيئات البرلمانية بكائنا من كان يتقدم بفكرة أو بتعديل على نص المادة، علشان تعمل إيه؟ عشان تصل بالنهاية أنت أمام استحقاق حقيقي يجب أن يكون في قانون جديد للإجراءات الجنائية، تسميه قانون جديد، تسميها تعديلات على مشروع قانون 150. العبرة زي ما كان الدكتور عباس الجميع كده يقول، العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. خد بالك ان في بنيان، في هيكل إجرائي سواء بقى من 50 أو من قبل 50 من قوانين سبقت أيام المحاكم المختلطة على الشريعة الإجرائية للقوانين العقابية، نظمت العملية، ولكن بعد فترة الاستقلال سنة 52 صمد القانون 150 رغم التغير من الملكية للجمهورية، صمد القانون لجودة المنتج وبدأت تجرى عليه هذه التعديلات. بعد الثور 2014 على سبيل المثال، مثلا لما يتلغى قاضي أنا اللي لغيت قاضي التحقيق، المشرع الدستوري الشعب المصري الذي استفتي على الدستور 2014 هي اللي نقل سلطات قاضي التحقيق إلى النيابة العامة. صحيح. فجمعت النيابة العامة ما كنا نعتبره عوارا قبل 2011 ما بين سلطة التحقيق والاتهام، بقى أمر دستوري لازم تنقل الباب ده كله توديه للنيابة العامة. استحقاق دستوري، أنا هنا أوتوماتيكلي أنا راجل بنفذ إرادة المشرع الدستوري، ما أقدرش أقول له إلا ما يستثنيه القانون، يقول له بقى تشتغل كقاضي تحقيق في إيه؟ بقت الأصل عند النيابة العامة بعد ما كان الأصل عند بتاع. فبدأت الناس تشوف بعض النصوص جاية من قاضي التحقيق راح للنيابة العامة يقول لك حاسب أنت بتعمل إيه؟ أنت بتدي سلطة شغالين على روح الدستور القديم يعني. ما حضرتك تابع التعديلات الدستورية ثم تابع الالتزامات اللي أصبحت على المشرع. فكرة القانون ده أصلا كان قائمة، والأستاذ نجاد بقى وكل الحقوقيين في مصر على فكرة تشابه الأسماء وياخد حقه في الكلام كامل، وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية. كمعانا المصريون لسنوات طويلة، نازل بالفطار حضرتك الأستاذ محمد احمد ابراهيم، اهلا وسهلا تفضل معانا، عليك حكم. انا لا، بعد ما يقعد يوم واثنين وثلاثه يكتشف ان محمد احمد ابراهيم بتاع شبرا غير بتاع امبابه، ونجيب له شهاده سلبيه يكون امضى. تمام، يبقى معلش ثانيه واحده، معلش ثانيه واحده، يبقى المقصود من عند حضرتك ان هذا القانون العلنيه استوفت فيه، ان هذا القانون متماشي. نظر. تمام من وجهه نظر ممكن تمام. يكون نقاش شايف حاجه ثانيه، هنحتاج وجهه ان هذا القانون متماشي مع نصوص دستور 2014. احنا بنجتهد في بص يا فندم، انا مش اللي بقول في الاخر، انا بجتهد ان النص يطلع من تحت ايدي دستوري. لا، ما الفصل في دستوريه الامر في المحكمه الدستوريه العليا، هي اللي بتفصل النص. كم من نصوص صدرت تتوخى شبهة العواج وصدقت شبهة بشبهة العواج الدستوري. تمام، يعني انت بتحذر ما اللي بيفصل دستوري في دستوريه الامر هي المحكمه الدستوريه العليا. طيب، رقابه لاحقه.